من العدو رقم واحد إلى الشقيق والصديق المقرب. وهنا يعني على ما نقول نارك ولا جنة هلي، يعني نار النظام السوري ولا جنة أردوغان، لأن بالنسبة لهم أردوغان وتركيا بشكل عام عدو تاريخي. يعني هسه الله عرفتوا نار الأسد أفضل من جنة أردوغان باعتبار أنه تركيا صارها 40 سنة من تأسست، مو صار لها 1000 سنة، وأطماعها وسياساتها معروفة بالمنطقة. على والديكم فشلتون القبر لكم. ولو أنتوا من زمان نعرفكم، اللي ياخذ أمكم ويصير عمكم، بس أنت بشار الأسد شلون قبلت تخلي إيدك مرة ثانية بيدهم؟ مو هم ذول نفسهم العملاء الأبواق أو على شنو داك؟ تقوم المملكة العربية السعودية الآن في سوريا سيادة الرئيس؟ تقوم بشكل علني بدعم المجموعات الإرهابية في سوريا، إمدادها بالمال وإمدادها بالسلاح، وطبعا دعمها سياسيا وإعلاميا. هؤلاء هم العرب؟ نحن لا نريد أن نكون عرب، نحن نكون أي شيء. إنني لا أثق بهم، أعرفهم تماما، هم منافقون، هذه الحقيقة. هم مجرد تابعين منفذين، حاليا هم يقومون بدور البوق، البوق بهدف الابتزاز. السعودية هي دولة تنفذ سياسات الولايات المتحدة بكل أمانة. لا لا أوقف أوقف، أنا هنا يجوز أتفق وياكم بعمالة بعض الدول الخليجية، بس ما أريد كل السعودية. لا البدة طاح. لأن دور السعودية بالمنطقة مثل دور الأب، وتعرف أنت الأبو حتى لو يزعل على ولده وياخذ بخاطرة منهم مستحيل يأذيهم أو يضمر لهم الشر بقلب. وبالتالي أنا ما أتفق وياك بمسألة تآمر السعودية ضد سوريا بأي حال من الأحوال. أول ما بدأ الموضوع لسوريا توجهت للمملكة العربية السعودية وقابلت الملك عبد الله وقلت له هذه الحالة، قال لي إحنا معاكم، أنتوا امشوا في هذا الموضوع وإحنا بننسق، ولكنكم أنتوا خلكم مستلمين الموضوع، وكان أي شيء يروح لتركيا وكان ينسق مع القوات الأمريكية، وكان توزيع كل شيء كان يتم عن طريق القوات الأمريكية والأتراك، وإحنا والإخوان السعوديين كان كل حد موجود العسكريين. يعني بشار الأسد ما جاب شيء من جيبه، لأن أنتوا فعلا ضامنتوا وشاركتوا بدمار سوريا وتخريبها، وكنتوا الراعي الرسمي لكل الجرائم والانتهاكات اللي صارت بسوريا واللي أكلت الأخضر واليابس ورجعت البلد لمئات السنين من بعد ما كانت دولة آمنة وكافية خيرها شرها. أشوفكم سويتوا. زين ايش راح تقولون ربكم يوم القيامه من يسالكم على هاي الناس اللي راحت واللي انهجمت بيوتها واللي اختفت واللي انخطفت واللي هاجرت واللي غرقت بالبحر؟ ايش راح تقولوا له اذا يسالكم عن كل الدول اللي تدخلتوا بشؤونها وزرعتوا بيها الفتنه ودخلتوها بنزاعات وحروب اهليه؟ ايش راح تقولوا له اذا يسالكم على مؤامراتكم بليبيا ولبنان والعراق واللي ما خليتوا زاغور صغير يزعزع منها وسيارتها ما فتوا بيه واشتغلتوا عليها؟